هذا ديال المغرب هكا حتى بتي سويسي non c'est pas ça ouais on la soupe et tout pour moi quand je cuisine des fois ouais حطينا حطي بعدا ما حبوا بيتي خارجين غادي نمشيو ليدل هنا كنا في ألدي البنات دابا دخلت تقديت غنوريكم التقليه ديالي. المهم اول حاجه درت عند التواركه هما الاولين خديت شويه الحب خديت هذا كيحمق عليه بلادي تنديروه في الكوتي خديت هذا الميت كنديروا لهم مع البط كما كتشوفوا معايا هذا صوصي ديالهم خديت هذه العطيه ديال الكبسه التواركه خديت الزريعه انت كتعرف الزريعه خديت الصوصيس هذا الكاشر تاع الزيتون البلدي خديت عاوتاني هذا عاوتاني تاع الزيتون وخديت هذا عادي ملي كنت صورت البنات خديت شي طايف خديت واحد 100 غرام تاع الحته ها هي 800 غادي غير نقسمها على ثلاثه خديت شي طايف خديت شي طايف للدراري وبقيت كنديروا لهم العشاء بزاف كنديروا العشاء خديت كيلو هنايا ولا كيلو 200 غرام كما كتشوفوا معايا تواكا عندهم اللحم زبيون وخديت الصوصيس هادشي البنات غير ديال السيمانه خديت شويه الصوصيس دابا غندوز نوريكم اش تقديت داكشي تاع الماكله البنات راه ما فيها لا خضره ما فيهاش الخضره هاد اللحم هادشي غير ديال ماشي تاع السيمانه هذا فيت في غيتسالى غير ما بقاليش الوقت حيت عندي اللايف في الليل ما بقاليش الوقت كنت نتقدى فيت في باش ندخل ندير لكم اللايف ونتلاقاو كما دابا شفت ديت شيت الدراري ديت هاد التيس لي صابا ديت بانونات الدراري ديت هاد سبيكيلو هاد بغيت ندير بهم واحد الديسير ديت لا كريم فريش ديت هاد بوان تاع الزاج البنات ديت ثاني هاد بانون هادا تاع لي فخوي تا هو هذا عطيني دانو الحر هاديك لي وريتكم خديت هاد دانو البلدي تيس ليس تاني مهم آخر تاني خديت لي كومبوط الدراري كيبغيو في الكوتي خديت فوماج غابي خديت هاد الفرماج تاع لو شيفغ لي كتشوفو معايا خديت هاد الياغورت تابواغ العوان سلطاني لولادي معقولي خديت الماسكارطون بغيت ندير بيه واحد الكيسه البنات انا بالقطيات هادو ديال لي كونسيرف كناخدهم باش شي خطره ما كيكونش عندي الوقت كنحتاجهم هادي ديال تبون بنتي هذا لي زاغيكو فيغ الماء العدس تا هو كي جيب الميكرو اخرى ونجي خديت البنات شوكولا بلدي خديت المايونيز
زيت مع عصير الدراري. زيت هذا الدراري الكريمه الشوكولا حيت هو كنحتاجو. خديت البنان هاهو، خديت الرياح، خديت البنات هاد الزبدة ليكيد كنطيب بيها. خديت ثاني هاد الكاطوات الدراري الكوتين، خديت هاد البالمية هادا تشوفو معايا. خديت البنات جبن لا ما بغير، خديت جوج، خديت لا كريم فريش كما كتشوفوا معايا. هادشي البنات راه ما كاينش الخضره، مازال ما شريتهاش الخضره. هاد العواصر البنات هادي راه مناضه، هادو كاملين عواصر نتاع لا بريكو، تاع الخوخ، ليمون، ليمون تاع هذا الليمون. وصافي حبيبات هادي التقديه ديالي ديال السيمانه ان شاء الله كما كتشوفوا معايا. هادشي كامل تقديتو هاد النهار بغيت نشاركو معاكم. ودابا غادي ندوز نصغب اللحم في الميكات وهانتوما معايا ان شاء الله. حبيباتي هنا غنوريكم الطريقه ديالي انا باش كنجيب مد اللحم كي كنتبر. هنا عندي هاد الميكات هادو كنشريتهم من اكسون، عندي هادو الصغار هادو اللي كنحتاج بزاف هاد الصغار، وكاينين الكبار. بالنسبه للكبار الا كان عندي اللحم كثير 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 بزاف كنستعمل هادو. دابا غندوز نوريكم كي غندير الكفته. بالنسبه للكفته بنت انا قسمتها على ثلاثه، من واحد 800 غرام ل 900 غرام. صافي غنديرها في الميكات. بالنسبه للكفته انا ديال البنات انا كنسرحها، وراه الوقت الطريقه كلشي عارفها، راه دغيا 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 ملي كتخرجها من الكونجيلاتور دغيا كديكونجلا. انا كنسرحها ثلاثة صافي وكنحشيها في الثلاجه. صافي حبيباتي كنخرج الهواء وكنسد. صافي كما كتشوفوا معايا كي كنديرهم انا في الثلاجه، بعدا تيبقى حتى لاسباس في الثلاجه. الا درت مكركبه ما تيبقاش لاسباس في الثلاجه. وما هذه هي الطريقه ديالي كندير ديما من معكم نقطه اخرى. صافي كنبقى نبعز عليها وكنبقى نسرحها بحال كنسرح الخبز. حبيباتي وكنسد كنكون مخرجه الهواء ضروري الهواء ما يبقاش في الميكات. وصافي نكمل هذا ونرجع معكم. بالنسبه للسوسات البنات هو قسمتها على ثلاثه، شحال هنايا كنخليها هكا نزيدها فيها كنخليها هكا. انا السوس كنشري غير ولادي انا ما عنديش معاه بزاف، كندير لهم هكا في هكا كنشويه ليهم ولا كندير لهم مع مطيشه كما كتشوف معايا. صافي كنخلي بحال هكا حتى هو بحال ما كان كنزيرش عليه. كنخليه طويل ما كنطويلش فوالا. نكمل هاد اللي بقات ونرجع معكم البنات.
بالنسبه للكوطيطه البنات ما بقاتليش الميكه الصغيره، غندير غير كبيره، غنقسمو على جوج، ندير حدا حدا حدا، غندير ربعه حدا حدا وحده هكا. صافي غادي نسد نخرج الهواء ونسد. في البنات هنا ساليت، هي الطريقه ديالي فاش كنجمد اللحم. انا الاغلبيه هكا كندير في هاد الميكات هادو، كما كتشوفوا هنايا داك الكوتليت انا قسمت على جوج، ها هو قسمت على جوج، عندي ميكه كبيره طويتها، هذا هو السوسيس كنخليها هكا انا بحال هكا، حتى هو قسمته على ثلاثه. هنا الكفته وصافي، هنا غادي يكون دخلوا الكونجيلاتور، ومن بغي راه تنجبدهم راه دغيا كيكونجلاو ديكونجلاو لحقاش، ماشي ما كنديرهمش مكركبي. صافي حبيباتي، هنا كيكون تسالى الفيديو ديالي، ما تنساوش تابونوا في لاشين ديالي وتخليوا لي دي كومونتير دي جيم، حتى نتلاقاو في فيديو اخر ان شاء الله.